واحنا بنتكلم عن معنى الجمال احنا ما نقدرش ننسى ابدا الوجه الحسن. النهارده احنا هنتكلم عن فنانه من اجمل الفنانات اللي اتوجدت او ظهرت في تاريخ السينما المصريه، واحنا هنتكلم عن النهارده اللي هو ذكرى ميلاد زبيده ثروت صاحبه العيون الساحره الجميله اللي ما تتنسيش ابدا. زبيده ثروت فنانه قدمت للسينما المصريه كتير جدا ورقم مش قليل من الافلام، تقريبا 100 فيلم سينمائي. يمكن خلينا واحنا بنفتكر كمان افلامها، يمكن من افلامها الملاك الصغير وشمس لا تغيب وفي بيتنا رجل، وكمان عملت مسرحيات كتير. يمكن هي كانت بتطلع شويه في الافلام الشخصيه الخجوله، لكن هي كمان عملت مسرح، يعني قدرت ان هي تقف على خشبه المسرح. خلونا نروح نشوف التقرير ده اللي عمله زميلنا عبد الله عويس عن زبيده ثروت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تا 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 واحد اتنين تلاتة، تا 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 واحد اتنين تلاتة. مفيش حد شاف عينيها وما تعلقش بيها، بيتقال دايما انها اجمل عيون مرت في تاريخ السينما المصرية، وكأن مدينة اسكندرية بسحرها وبحرها اتجمعت في عيون زبيدة ثروت. من فضلك والله أفندم، ما شفتيش واحدة مدمزيل كانت راكبة في الطيارة لوحدها؟ الطيارة كانت مليانة ركاب ومدمزيلات. عندك حق، بس دي عروسة جاية تتجوز. عروسة؟ عرفت ازاي ان في عروسة كانت في الطيارة؟ يمكن لجمالها ده لقبت بقطة السينما المصرية، كان بداية ظهورها في مجلة الجيل بعد ما فازت بلقب ملكة جمال المراهقات، ومن الوقت ده وهي محط الأنظار. زي النهاردة وفي 14 يونيو سنة 1940 ولدت الفنانة زبيدة ثروت لأب كان ضابط وأم هي حفيدة السلطان حسين كامل. درست في كلية الحقوق بجامعة اسكندرية واشتغلت فترة تحت التمرين في أحد المكاتب، لكنها ما كملتش في المحاماة واتجهت للفن بعد كده. صلاح، إيه أعز حاجة عندك؟ اسألي ليه؟ علشان احلفك بيها. تصدقيني لو قلت لك انت؟ طب اوعدني انك ما تجيش اسكندريه. طب ليه مش عايزين اروح اسكندريه؟ هتتعب نفسك من غير فايده، وهتسبب لي انا كمان مشاكل كتيره قوي. بعد ظهورها في مجله الجيل كان في سباق بين المخرجين والمنتجين عليها، ورغم معارضة الجد لدخولها عالم الفن حصلت على موافقة الأب وقدرت إنها تدخل العالم ده بدور ثانوي في فيلم دليلة مع عبد الحليم حافظ وشادية، وقدرت تقدم لينا أكتر من 100 فيلم سينمائي، يمكن أبرزهم وأشهرهم نساء في حياتي، الملاك الصغير، شمس لا تغيب، في بيتنا رجل، يوم من عمري، الحب الضائع، زوجة غيورة جدا. عاوز أقول لك اني قضيت معاكوا يوم بكل ايام عمري. انا مش مصدقه ابدا السعاده اللي انا فيها يا صلاح، يا ريتني كنت افضل معاكوا على طول. كان الاعتزال بعد فيلم المذنبون في اواخر السبعينات، ده كان قبل ما تسافر للولايات المتحده وترجع تاني للقاهره. زبيده حصلت على جوائز كتيره محليه ودوليه، حصلت على لقب اجمل فتاه في الشرق من مجله الكواكب واجمل مراهقه من مجلة الجيل، لكن كان ليها تكريم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن دورها في بيتنا رجل. أرني مهمك نوال، مش فايدة، مش هتصلح البدلة. رغم تعدد زيجاتها اللي وصلت لخمس مرات، إلا أنها وقبل فترة من وفاتها عبرت عن حبها الكبير للفنان عبد الحليم حافظ، لكن الأسرة كانت رافضة الزواج ده. وفي ديسمبر عام 2013 رحلت عن عالمنا الفنانة الجميلة صاحبة أجمل عيون في تاريخ السينما المصرية، لكن سابت لنا فن جميل بنفتكرها بيه لحد النهاردة. بأمر الحب اسم رحم الله الفنانة القديرة زبيدة ثروت. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتكون الميزة اللي هي أكتر ميزة لأي فنان هو أعماله اللي هي بتخلد ذكراه طول الوقت مهما عدى الزمن في الحقيقة.